شو هيدا؟ ملهب. مين ملهب؟ ملهب المهرب، مش سامع فيه؟ ملهب. نسمع على جرتها، نسهر على تقسيمتها، ونشوف نشوف نشوف شوف الليل الطويل مش طويل. يا مهلا كبرنا زمان 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 ما سهرنا. يا مهلا كبرنا زمان زمان الشغل كتير علينا، كان الشغل كتير علينا، ناس تودي ناس تجيب، ناس تودي ناس تجيب، وطرقات ملهب معجوقة ومن ولولا شوي كنا طلبنا مساعدة من الجمرك. خبرنا ما مرقتوا بوار وبجرود ومن خلف الصخور الزرقاء والعلال السود. مرقنا فوق المغاور والقوافل رف مسافر على طرقات ما هي طرقات عالي ومسنوني بالخطر مسكوني. بتقولي حريف الهوي والهوي تحت ونهر كبير يهدر تحت الحجر لولا وقع كان وجع كان وجع. مرقنا ومرقنا الأوابل وطعنا رحنا ورجعنا. ايه يا مهلك كبرنا زمان 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 يا شباب. كاس ملهب. كاسك ملهب. مين حضرة الأخ؟ اسمه برهوم بيشتغل عنا بالدكان. ساعتك جنزيرة ذهب مش ساعة شغيل. اجتني هدية ذهب مقدمي. لا يا أخ، نحن ما منقبل هدايا ولا مننصب على الناس. شي عجيب. شي عجيب ليش؟ كيف ما بتنصب وبتسمح لنفسك تهرب؟ النصب شي والتهريب شي، كله تعدي حقوق الناس. هيئتك بتشارع وأنا جاي روق. قم فوت نام. أنا؟ نعم أنت. مش نعسان. قوم فوت انعاس ونام. ملهب، ما لك حق بدكانتنا، انت ضايف وهو ضايف. ضايف وضارب مرته وحماته ومطلوب. مطلوب كمان ولك فاذا انكاسك. ما زالك مطلوب، صرنا زملاء منكمل الحديث. قلت لي النصب والتهريب كله واحد؟
برأيي نعم. دخلك مين مش عم بيهرب؟ اللي بيهرب ربحه من درب الضرائب منه مهرب؟ اللي بيهرب السار عن البضاعة منه مهرب؟ اللي بياخد اشياء غريبة عبلاد غريبة بشنط غريبة منه مهرب؟ كلهم مهربين. انا على القليل بهرب من درب اللي بدهم يهربوا. رايي انه اذا كتروا اللي بيخرقوا الشريعة ما بتتغير الشريعة، والمخالفة بتضل مخالفة. انا عايش برات المخالفة. بعدين انا ما بكذب، بهرب وبسمي حالي مهرب، هني بيهربوا وبيعطوا حالهم ألقاب مهمي. وليش اخترت الشغلة؟ هي اخترتني، حملتني بارودي وقالت لي مشي. كان في يوم هرجال قاعدين بالشمس وناطرين، كان في ولاد يلعبوا بالحجار وتيابهم مخزقة، كان في عيني النسوان كلهم شدوا فيي، صرنا أهل جروح وصار عنا ضايع على حالنا، وولاد ونسوان ينطرونا ويصلون، واللي في ناس بيصلوله ما بيكون عم بيعمل شي عاطل. في كتير بيعيشوا من الشغلة؟ ضيعتي كلها. لو بتشوفوا بهالطواق الصغير يشوفي وجوه خلف الحيطان السميك، يشوفي بوريد بدهم ياكلوا، بدهم يعيشوا، بدهم يبعثوا ولادهم على المدرسة أحلى ما يطلعوا مثلنا. رأيي إنه الحكومة مجبورة تعلم لهم ولادهم. الولاد بدهم يكبروا ما بيقدروا ينطروا تيصير في حكومة، كاسك خيبرهم. مبسوط بعيشة التشرد يا ملهب؟ تعودنا عليها. أنا والأمبراطور صرنا مثل بعضنا، هو مطلوب وأنا مطلوب، بس هو في علي جايز. إجتني فكرة، إذا أنت حضيت بالأمبراطور كيف فيك تسلم وتقبض الجايزة وأنت مطلوب؟ أنا إذا حضيت بالأمبراطور ما بسلمه، بقول له في جايزة 100,000 ليرة للقبض عليك، تدفع 50 تهربك كاسك خيبرهم. يا برهوم أنا حبيتك، هيئتك متعلم، ولما بتحكي بتحكي بأمر، فيك رجال. شوف انت ضارب مرتك ومطلوب، إذا بدأت تتقل الحالة عليك مستعد هربك، ومعي ما حدا بيمسكك. دايما بهالجبال الموحشي في ممرأ للي بترفضهن الطرقات الوسيعة. مساء الخير. شو؟ كي صاحبنا؟ تهريبة بكرة ترتبت، 10 برادات، 15 غسالة، 3 لاجئين سياسيين، 2000 كروز دخان، تنكتين من اللي بعلمك منهم. عال عاد اشرب. الله الله، ايام زمان لما انا كنت هرب. كنت تهرب يا بوديب؟ معلوم، وحياتك ما كنت ارضى هرب الا كلميتك لشنكوف سوا. جدي بدك تقول بوريد معدل. جدي اجفوت الدك، ارتحت يا جدي. لك هدي جوا شرف لك شحنة معنا. ناري بالهديني يا أهلا بالهديني، نتسمع على كرتها، نتسمع على زينتها، نشوف 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 نشوف
السنة بيجي البرد وما كنا نتعود. كابودي هالسنة جبت فساتي صوف؟ يا ام عبدو احنا مش دكان تياب. وليش ما بتجيب تياب؟ مش شغلتنا. انت شو بتعمل؟ بيشتغل بالدكانة. شايفته قاعد بيشتغل بالقعود. هيئة التالج رح يجي بكير والأهالي هون بيبردوا كتير، ما عندهم حطب ولا تياب بهالجرد، بيلهوا الأولاد بالقصص طيخفوا بهالبرد، بيخافوا من الشتى يجرف لهم بيوتهم وبيفوت الشتى يتسبح ببيوتهم. وغلبنا نقله لبوديب جيب فساطي صوف وما كان يجي، وإلا منشوف كل الحق عبوديب. يا بوديب جبت فساطي صوف؟ قلنالك لا. ما الأهالي بردانين دفيهم بقى. أنا بدي دفيهم، أنا بدي مين يدفيني؟ تنروح ندبر حطب. وك يا هيفا شو هالبر